تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. مرتضى منصور وهزاز الرؤوس شغلهم الشاغل هو اسقاط الكابتن الخطيب، اسقاط منظومه النادي الاهلي، اسقاط النادي الاهلي نفسه. اشاعات وترويج اشاعات والعمل على اظهار ان الكابتن الخطيب اخواني وعنده مفرقه للاخوان وعنده بؤره اخوانيه اسمها نادي الاهلي، فلازم احنا نحل النادي الاهلي ولازم ان احنا كابتن الخطيب نحاربه ونفضل نعيد ونزيد في الفيديو الدقيقه ونص اللي جايبين شيخ انا ما اعرفش جايبينه منين ولا مين هو اصلا الشيخ ده ولا هل هو ده شيخ فعلا ولا بيدعي ان هو شيخ، الله اعلم. انا عن نفسي ما شفتوش قبل كده وما يعني ما حضرتلوش اي لقاء او اي مثلا ندوه ثقافيه او ندوه دينيه او لقاء في التلفزيون او على اي فضائيه، فجاه لقينا واحد جاي بمرتضى منصور لابس جلابيه وبيقول لك كابتن الخطيب اخوان وكابتن الخطيب مش عارف كان حضر مؤتمر مش عارف ايه للاخوان وكابتن الخطيب كان حضر اجتماع مش عارف مين للاخوان، وزي ما بيقول المثل او بتقول المقوله الشهيره البينه على من ادعى. ايه اللي يثبت ان الكابتن الخطيب اخوان؟ ايه اللي يثبت ان في الاهلي اخوان؟ ايه اللي يثبت ان النادي الاهلي بيأيد الاخوان؟ ايه اللي يثبت ان الكابتن الخطيب حط ايده في ايد الاخوان؟ لا شيء. على العكس تماما وعلى النقيض تماما مرتضى منصور لما قال مراتي عيلتها كلها من قيادات الاخوان، يعني كان في لقاء مع مفيد فوزي واللقاء ده انا جبته لكم على القناه بس من بدري، بس ممكن احطه لكم في المربعات اللي بتطلع في الفيديوهات المقترحه نهاية هذا الفيديو. قال مع مفيد فوزي ان زوجته زوجة مرتضى منصور خلانها وعمامها من قيادات الاخوان المسلمين، ومش كده وبس، لا ده هو طلع وقال ان الاخوان فصيل وطني وفصيل سياسي وفصيل محترم وفصيل بيخدم الدولة، وهو قبل كده في لقاءات شهيرة قال ان هو كان بيهرب الاخوان وكان له علاقات معاهم الى اخره. مش كده وبس، ده منتصر الزيات محامي جماعة الإخوان المسلمين اللي بيطلع وبيدافع عنهم بكل استماتة، عضو عامل في جمعية عمومية لدى نادي الزمالك، كل دوا بيغض البصر عنه تماما، ولكن لازم يلحقوا ويلصقوا التهم ضد الكابتن خطيب عشان يبينوا ان الكابتن خطيب ده ضد الوطن وضد مصر وضد السيسي. مش هطول عليكم كتير، تعالوا نطلع ونسمع ونشوف هزاز الرؤوس قالوا ايه على قناة الزمالك، يعني ضد كابتن الخطيب وضد النادي الاهلي وكباتن النادي الاهلي، ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. بس ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو، اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف هزاز الرؤوس قالوا ايه ونرجع نكمل كلامنا. يلا بينا. بص اقول لك حاجه، انا بقول لك احنا ما فيش اعز عندنا من بلدنا ندافع طبعًا. عنه طبعا. مفيش حاجه اسمها ان احنا هنشوف حاجه غلط ونسكت عليها. لا طبعا. النهارده لما نرجع بالزمن للوراء، يعني نرجع ايام نكسه 25 يناير وانا بقول عليها نكسه من اول يوم. وشوف انت اللي تم استدعائه للمشهد كان الالتراس الاهلاوي، وهم بيتبركوا بيها ان الالتراس الاهلاوي كان من الناس اللي نزلت كان عند مسجد الاستقامه، ولولا الالتراس الاهلاوي كانت اللي بيقولوا عليها ثوره دي كانت فشل. اذا هنا انت ما بتتكلمش على جمهور كوره، انت بتتكلم على فصيل سياسي انت صبغته بالصبغه الكرويه، حطيته في وسط الناس في وسط الجماهير في وسط المشجعين ان هم دول ناس بتشجع كوره، هم ما بيشجعوش كوره، هم ليهم هدف سياسي معين وهو تخريب الدولة المصرية. اما تيجي تشوف انت الراجل الشيخ لما بيجي يتكلم بيتكلم على النادي الاهلي بالتحديد. في واقعة حصلت في النادي الاهلي سنة 2013 تقريبا او 2014 لما تم فتح النادي الاهلي بالليل بعد الناس ما مشيت وبعد مواعيد المفروض الانديه بتقفل الساعه 10، تم فتح النادي الاهلي بالليل وفتحوا الصاله صاله الامير عبد الله للالتراس دول، عملوا فيها اليافطه بتاعتهم اللي شتموا فيها المشير طنطاوي بعلم مجلس اداره النادي الاهلي وقتها وبعلم المدير التنفيذي للنادي الاهلي وقتها. لما تيجي تشوف مباراه كيما اسوان
الاشتباكات اللي كانت مع رجال الشرطه كانت مع النادي الاهلي. اما تيجي تشوف ابو تريكه النادي الاهلي، اما تيجي تشوف احمد عبد الظاهر واشاره رابعه النادي الاهلي، اما تيجي تشوف عمار محسن، والاسم ده لازم الناس تركز معاه، احد ناشئي النادي الاهلي اللي كان في ميدان رابعه العدويه، اللي كان رافع اشاره رابعه، اللي خد لعيبه النادي الاهلي وعمل بيهم اشاره رابعه برضه سنه 2013. لما تيجي تشوف كل المشاهد دي قدامك وتيجي تبص تقول هل النادي الاهلي مفرخه اخوانيه زي ما الراجل بيقول؟ النهارده اما تيجي انا بوجه سؤال او رساله او استفسار او استكتاب اي حاجه للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، بقول له وليد مبروك، والسؤال ده انا قلته كذا مره، الاخواني وليد مبروك رئيس لجنه الشباب، وخطوره لجنه الشباب في النادي الاهلي دي، هي لجنه الشباب بتمثل قطاع عريض من النادي الاهلي، ازاي وليد مبروك الاخواني اللي شتم كل مؤسسات الدوله بما فيهم رئيس الجمهوريه على صفحته الشخصيه، ازاي ده يتحط في المنصب ده داخل النادي الاهلي؟ ازاي ده يبقى موجود وليد مبروك يبقى رئيس لجنة الشباب في النادي الاهلي ومش عايز الناس تقول النادي الاهلي مفرخة للاخوان؟ الناس الشباب الصغير او الناشئ اللي طالع لما يجي بتجيب له قائد، بتجيب له قائد معتدل، ما بتجيبلوش قائد صاحب فكر متطرف. الجماعة الارهابية او الجماعة الاخوانية دي كانت في وقت من الاوقات الناس كانت بتتعامل معاها ان هي ناس طبيعية وناس عندها هدف وناس عندها رسالة، طبعا ما الناس ما كانتش اشتغلت سياسة وما كناش شفناها، لغاية ما طلعوا علينا الناس دي وشفنا اجرامهم. ازاي احنا يبقى مؤسسة رياضية كبيرة زي النادي الاهلي يبقى فيها عنصر زي وليد مبروك الاخواني وليد مبروك، ازاي يبقى رئيس لجنة الشباب في النادي الاهلي؟ طيب ده كله ياخدنا لكلام الشيخ اللي هو بيقوله دلوقتي على الشيخ محمود، ان النادي الاهلي ازاي انت سايبه مفرخه للاخوان؟ لازم يبقى فيه تطهير. النهارده احنا لما بنتكلم ما بنتكلم احنا لا هي اهلي ولا زمالك، النهارده الاخوان المسلمين لما جم دخلوا حكموا البلاد، اسامه ياسين وزير الشباب والرياضه ساعتها كان تركيزه كله على مراكز الشباب والانديه والجناح العسكري وميليشيات عسكريه. انا النهارده افتح له كوره، النادي الاهلي مش نادي صغير، النادي الاهلي نادي كبير، فالموجود في النادي الاهلي لو مش قادر ان هو يلم او يبقى ملم بدوره في قياده النادي الاهلي وقياده شباب الاهلي وقياده المجتمع المصري ما يقعدش في مكانه، لان النهارده ما بنتكلمش في كره ورياضه والكلام ده، احنا بنتكلم في بلدنا. نعم بلدنا اللي انت يعني معلش انا قلت لك اسم، يعني ما جيتش قلت كلام مرسل، لا لا كلام، انا بقول لك اسم ومنصب، لا ومنصب مهم حساس. صح الشباب اللي هو صغير النهارده لما اجي اشوف علاء صادق الاخواني الهارب المجرم، لما يطلع ابراهيم المنيسي رئيس تحرير مجله النادي الاهلي في فيديو ليه على صفحته ويقول ده استاذي وده معلمي وده قائدي وده انا بحبه وبعشقه وبموت فيه، ازاي النهارده جمهور الاهلي متعلق بابراهيم المنيسي، يعرف ان ابراهيم المنيسي ده هو لسان اعلام النادي الاهلي، ازاي هو يطلع يقول على علاء صادق كده؟ بيوصل رساله لمين؟ يبقى انت حاطط لي وليد مبروك في حته وابراهيم المنيسي في حته وعلاء صادق هربان مره بره مصر وكل دول بيخربوا مصر وتقول لي لا لا، لازم واقفه، لازم واقفه. انا كمان هزيد على كلامك استاذ ايهاب، كمان ان انت يمكن نسيت كمان حريق اتحاد الكره من التراس اهلاوي ونادي الشرطه كمان. استاذ مصطفى تعالي حضرتك. لا انا اول سؤال عايز اساله طبعا بعد كلام الشيخ ده، طبعا الراجل بيقول قال الله وقال الرسول، يعني الراجل بيقول كلام حق. نعم تمام. لما يتكلم عن الاستاذ مرتضى منصور بيقول ان الراجل اسلوبه صريح جدا، والراجل لا والراجل بيواجه الحجه بالحجه، الراجل بيدافع عن الجيش بيدافع عن الشرطه. السؤال اللي عايز اساله، الفيديو ده يمكن اتعرض امبارح، يمكن الفيديو ده موجود على السوشيال ميديا. يعني بقى عايز اسال بقى الكابتن محمود الخطيب، لو هو بريء من هذا الكلام اللي قاله الشيخ ليه ما ردش؟ ليه ما ردش لحد دلوقتي؟ يعني انا بنتظر ان الكابتن محمود الخطيب يطلع بيان
والله معاك حق صريح يعني، يعني واضح. والله معاك حق حتى يعني يرد حتى على قناة النادي الأهلي، يطلع حق الرد يرد طبعا، له حق الرد يطلع بيان صريح واضح ويقول ان انا بريء من الاخوان المسلمين، ان انا لا علاقة لي بالاخوان المسلمين، النادي الأهلي مش مفرخة للاخوان المسلمين. اين رد الكابتن محمود الخطيب؟ صح، الراجل بيتكلم على الدور الوطني اللي بيقوم به مستشار مرتضى منصور، وراجل بيقول قال الله وقال الرسول، يعني الراجل نفسه بيرد على الناس اللي كانت بتنتقد المستشار مرتضى منصور وبيقول ان هو طالع عمال بيقول وبيعيد وبيشتم وبيعمل، ده كان راجل بيدافع عن الوطن. لما تطلع من داعيه اسلامي، داعيه يقول الحق عن قال الله وقال الرسول، ما بيقولش قال لاي حد تاني، يعني نحكي موقف شخصي زي مصطفى حصل معاه هو، يعني الراجل شاهد عيان وحاضر الواقع. انا كنت بقى اتمنى ان يخرج الكابتن محمود الخطيب ان هو يقول يا جماعه انا مش تبع الاخوان المسلمين، يا جماعه انا مع الوطن، يا جماعه انا اي موقف وطني، اي موقف وطني بيحصل بطلع بيان. نعم، يعني اي موقف وطني بيحصل انا بطلع بيان، انا بتكلم، انا واقف مع مصر، انا واقف مع الوطن. موقفه كان ايه في 11/11؟ نعم، احنا شفنا النادي الاهلي طلع اي بيان او طلع اي كلام ان هو مع الوطن وضد الانقلابات وضد الفوضى وضد العشوائيه وضد الناس اللي هي بتحارب والناس اللي كانت بتدعو لهدم الوطن في هذا الوقت، ما شفتش اي بيان من النادي الاهلي صدر من النادي الاهلي حتى الان ان هو بيبين حتى موقفه الوطني، موقفه الوطني بعكس نادي الزمالك، بعكس المستشار مرتضى منصور اللي هو كان موجود كذا حلقه، موجود كذا حلقه موجود بيتكلم فيها عن مصر، مخصصه مخصوص يقعد ساعه واثنين وثلاثه وعشره، وراجل رغم الاعباء الكثيره اللي عنده راجل بيستحمل وبيتكلم حوالي 5-6 ساعات عشان خاطر مصر. بالظبط كده، خلونا نطلع على طول. الاستاذ شكوكو عبد الشكور او ايهاب الخولي، اسمه ايهاب الفولي، الفولي مش الخولي، في ناس بتقول الخولي انما هو ايهاب الفولي، او شكوكو عبد الشكور عشان نفس التشابه في الشكل، ومصطفى جويلي وكريم ابو حسين او كريمه ام حسين، الثلاثه دول اجتمعوا بتأييد من مرتضى منصور وبالسكريبت اياه ضد الكابتن خطيب، الكابتن خطيب اخوان، الكابتن خطيب مش عارف ايه، اذا كان مش عارف يمشي يرحل ويتم تطهير النادي الاهلي، ويقول لك عايزين بيان من النادي الاهلي يطلع يقول ان مالكش علاقه بعلاء صادق ومالكش علاقه مش عارفين. لو كل واحد طلع لابس تيشيرت النادي الاهلي زي حالاتي كده، يعني انا مثلا لو طلعت اتكلمت على اي حد في اي حته، هيطلع الكابتن خطيب يعمل مؤتمر صحفي عشاني انا اللي قد كده؟ مستحيل، هيعرفني منين انا اصلا عشان يطلع ويتكلم عليا؟ لكن يطلع واحد شيخ انتم مأجرينه مدافعين له فلوس، والمصيبه الكبرى ان هو شكر في مرتضى منصور، طب ازاي فضلت الشيخ؟ هو في حد في مصر بيشكر في مرتضى منصور غير المنتفعين اللي حواليه؟ في حد بينتفع من مرتضى منصور اللي بيشكر فيه، لكن واحد مش منتفع هيقول كلمة الحق، هيقول مرتضى منصور ده ايه يا راجل، ده حتى الناس اللي كان مهربهم للخارج وكان بيديهم فلوس اختلف معاهم، قال عليهم ان هم حرامية على الرغم ان هو كان اول واحد بيدافع عنه وبيقول ان هم ناس شرفة وناس حلوين وناس كويسين، وموضوع العملة وتجارة العملة وكده كلام فاضي، رجع قال عليه ما اسوأ ما كان بيقال عليه قبل كده. كون ان مرتضى منصور راضي عن هو شخص النهارده، لو قلب عليها هيديله بالجزمه بكره. وعندك مثال احمد جمالات وخالد فطوطه وغيره 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 وهشام يكل، واي حد بيختلف معاه مرتضى منصور، مرتضى منصور بيطلع فيه القطط الفطسانه. فالمنتفعين فقط من مرتضى منصور هم اللي بيطبلوا وبيسقفوا لمرتضى منصور امثال هزاز الرؤوس. واضح كده ان هم عايزين يخلوا النادي الاهلي فيه كوارث، عارفين لما يبقى فيه بيت والبيت اللي جنبه او شقه في عماره واحده، لشقه فيها استقرار اسري، فيها نجاح، فيها مهندسين ودكاتره وناس على اعلى مستوى، والبيت التاني فيه فشل وفيه خناقات وفيه ضرب ورزق، فانت غيران من البيت اللي جنبك عايز تولع في حريقه زي الحريقه اللي عندك عشان تتساوى البيوت ويبقى زي ما عندك عنده. بالظبط، هم عايزين يهدوا النادي الاهلي وعايزين يبينوا للنادي الاهلي ان هو اخوان، ضد الوطن، ضد البلد، ضد ضد ضد. انا زي ما قلت الشيخ ده اللي قال الكلام ده هو البينه على من ادعى، هات لي دليل يثبت ان الكابتن خطيب اخوان، لكن احنا عندنا 100 دليل يثبت بلسان مرتضى ان هو اخوان. هو قال يا سياده الرئيس مش عشان واحد يوقع يطلق مراته وقف لنا قطر، طلع لنا قانون المظاهرات يا ريس،
وانا يعني اي حد بيقول اسقط حكم على حكم المرشد انا ضده. وانا مرتضى منصور كان بيقول الكلام ده، مرتضى منصور ده، مرتضى منصور مره ماليش ولا قناه تدخله تعمل مداخله معاه عشان يشتم باسم يوسف، راح دخل في قناه الناس اللي هي كان كل الاخوان قاعدين فيها. انتوا هتدونا عقل فوق عقلنا؟ ما احنا حافظين التاريخ، واحنا اللي كنا بنعمل، احنا اللي احنا بتوع السياسه يا فندم، احنا دخلنا في الرياضه من حبنا في الرياضه، احنا كان عندنا صفحات للسياسه وكان عندنا بيتجات بالملايين بننزل فيها مصايب وكوارث الاخوان اللي بتتعمل كل يوم جمعه ويضربوا دواء ويعملوا دواء. بس مرتضى منصور خلى الناس ترجع تتعاطف مع الاخوان تاني، خلى الناس ترجع تتعاطف مع الاخوان تاني. وبدول الالترس دول هم مش عارف ايه وهم لا، يعني معنى كده ان الالترس الشعبيه جارفه، ان هم استطاعوا ان هم يعني يبقوا كويس. على فكره الترس اهلاوي والترس زملكاوي كانوا سبب في انجاح ثوره مصر، وعلى الرغم ان انا والله العظيم وحياه اولادي انا كنت ضد ثوره يناير، وكنت عارف اللي هيحصل، كنت عارف ان الاخوان هتركب، وكنت عارف ان هيحصل مرار وطفح وبتاع، وقلت ان الرئيس على الرغم ان انا متضايق منه وما بحبوش، مبارك ما بحبوش، اللي عايشين في استقرار ورخاء وبتاع والعيشه رخيصه وكل حاجه متوفره، ورحنا عملنا ثوره على الرغم ان انا كنت ضد هذه الثوره. لكن لما بنعمل فلاش باك بنلاقي ان في حاجات بتتضح لنا بعد فتره، في هدف للثوره، انا عايز اعيش في امان وحريه ومش عارف ايه وسلام اجتماعي وتعليم ومش عارف. التعليم باظ من ساعه مبارك مشي، التعليم باظ والصحه باظت وكل حاجه باظت، حتى بعد ما مرسي جه التعليم بايظ، وحتى بقى حتى دلوقتي التعليم بايظ والصحه بايظه وكل حاجه بايظه، كل حاجه بايظه يا فندم حتى في وقتنا هذا. لكن بنعيش في استقرار وفي امان وبنقول الحمد لله. فبيدوا ايحاء للناس ان انت هتدوس على زرار الناس اللي هتنزل. مرتضى منصور هو لوحده اللي بيطلع يدافع عن الوطن، هو مش مرتضى بيقول لليوتيوبرز ما تدافعش عن الخطيب، الخطيب ليه لسان يدافع عنه، وانت كمان ما تدافعش عن السيسي، السيسي ليه لسان يدافع عنه وليه أزرع إعلامية تدافع عنه؟ انت مالك، انت بتدافع عن السيسي ليه؟ عايز ترجع مجلس الشعب تاني؟ مالك انت ومال السيسي؟ السيسي دافع عنه، الناس كلها بتحب البلد حتى الناس اللي ضد السيسي. طب ايه رأيك في السيسي لما راح حط ايده في ايدين الدولة اللي بتأيد الاخوان؟ راح حط ايده في ايد اردوغان الدولة اللي بتأيد الاخوان ومقعداهم وحامياهم، وحط في ايده في ايد تميم الدولة اللي بتأيد الاخوان ودعماهم ومقعداها في بلادهم. ايه رأيك؟ كده السيسي اخوانجي؟ ها؟ ما تفهم؟ كده السيسي بقى اصبح اخوان؟ مدام كابتن الخطيب ما طلعش وتجاهر وتباهى بعلاقته بالاخوان، ده اذا كان اخوان، وقال اطلعوا واعملوا وسووا وخربوا وبتاع، محدش يقدر يقول له انت بتعمل ايه، حتى لو كان متعاطف معاهم قلبا وقالبا. بس الاخوان دول بيتقسموا عضو عامل، عضو نشط، قياده، ناس محبين، ناس اصدقاء، ناس متعاطفين. طب ما كل الناس، في ناس كتير راحوا انتخبوا الاخوان، هل دول اخوان؟ لا، مأيدين فكرهم، مأيدين دماغهم، ولكن لما لقوهم فصيل فاسد نهروهم وبعدوا عنهم، زي ما دلوقتي في فصيل فاسد بيدافع عن الوطن بحجة ان هو بيحب الوطن وهو بيحب مصلحته فقط لا غير، بيحب نفسه لا غير، ولكن بيهدد الدولة ويطلع يتكلم على الدولة ويقول انا عندي عمالي لو نزلوا هيعملوا هيعملوا هيعملوا، في فرق كبير. فالعبوا غيرها يا بتوع الوطن، العبوا غيرها يا بتوع السياسة. كابتن خطيب ملوش علاقة بالسياسة، ملوش علاقة بالإخوان، ملوش علاقة بعلاء صادق ولا أي يوتيوبر ولا أي حد. كابتن خطيب له علاقة بالنادي الأهلي ونجاحات النادي الأهلي والكورة. وضربت مثل قلت اللاعب بتاع النادي الأهلي اللي عمل رابعة وعمل شعار رابعة. بعدها اللي حصل له يا فندم؟ الأهلي مشاه. الأهلي مشاه عشان عمل الشعار ده. الأهلي مشاه عبد الظاهر. أعاره بعد كده باعه. فاكرين؟ فاكرين في لما عمل رابعة بعد الهدف اللي جابه؟ والناس كلها في ناس ايدته في ناس كانت ضده، ولكن النادي الاهلي قرر ايه؟ تم بيع اللاعب، بس انتهى الامر. الاهلي هو اللي بيرد على المحرضين واللي نيتهم وحشه قبل ما يحصل اي شيء، تمام. فاللي احنا عايزين نقوله حتى لو في بعض من الناس اللي بتحب، طب ما انا قلت لك اهو عندكم منتصر الزيات
المحامي بتاع الجماعه الاخوانيه وحبيبهم، عضو عامل في نادي الزمالك وفي جمعيه عموميه وفي غيره، ومرتضى قبل كده اشاد بيه وراح له في وفاه اخت مرتضى وباسوا حضنه وبتاع وكانوا جايبين وبعدين وانا جبت قبل كده وهو بيقول انا مع مرتضى قلبا وقالبا وانا بنتخب مرتضى، مرتضى ده رجل قوي ورجل مش عارف ايه، هو منتصر الزيات. فما يبقاش عندك بيتك من ازاز مشرخ وعمال تحدف في الناس، اما انت بيتك من ازاز لو واحد نفخ كده هيوقعه. ده باعترافات رئيسك يا سيدي، قال ان مراته عائلتها كلها اخوان، وقال ان الاخوان فصيل وطن والاخوان فصيل سياسي، واحنا معاه قلبا وقالبا واحنا مش عارف ايه. ما هو مرتضى يقول الشيء وعكسه عشان لما يجي مناسبه يقول لك اديني شايف انا قلت اهو، لما يجي مثلا مناسبه تقول لا ده انا قلت اهو، يقول الشيء وعكسه. زي مثلا شفت فيلم غبي منه فيه لما يعمل لك كده بالظبط، يعمل كده اهو، قلت اه قلت لا في نفس الوقت. احنا بنقول لهزاز الرؤوس خليكم في سامسونج اللي هرب، خليكم في فيريرا اللي مش هيرجع، خليكم في كوارثكم ومصايبكم والحجوزات اللي على النادي، خليكم ان انتوا افلستوا وبوظتوا الدنيا، خليكم في مصايبكم. مالك ومال الكابتن الخطيب اخوان ولا الكابتن الخطيب ليبرالي ولا مالك ومال الكلام ده؟ بص في ام ورقتك يا جدع، مالك ومال غيرك يا شكوكو عبد شكور، مالك ومال سيدك كابتن خطيب ومنتظر واسمه ايه ده الجويلي، مالك ومال الخطيب؟ جايبين واحد ملبسينه جلابيه يقول كلمتين. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناه الاهلاوي على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه ومليون. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، السلام عليكم.